اعتقال 15 شخصا خططوا لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا. جهاز المخابرات والأمن الوطني الأثيوبي كشف أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أشخاص يحملون جنسيات أجنبية ويقودها أحمد إسماعيل الذي يعيش في السويد، وقد جرى اعتقاله على خلفية دعم أنشطة إرهابية بالتنسيق بين وكالات استخباراتية أوروبية وأفريقية وأسيوية. جهاز المخابرات والأمن الأثيوبي قال إنه ضبط بحوزة المجموعة كمية من الأسلحة الثقيلة والمتفجرات ومخططات للهجوم على السفارة الإماراتية ووثائق مختلفة تشير إلى أن المجموعة تلقت أوامر تنفيذ المهمة من قبل من وصفتها بجماعة إرهابية أجنبية، وأنها كانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح. البيان تحدث عن اعترافات لمن سماهم الإرهابيين بتشكيل جماعة منظمة وانضمام إرهابيين أجانب إليها بحسب البيان، وأضاف أن من وصفه بأحد العقول المدبرة للهجوم وهو يدعو أحمد درايتو ويبلغ من العمر 35 عاما تلقى عشرات الآلاف من الدولارات لتنفيذ العملية. كذلك تحدث البيان عن اعتراف المدعو محمود عبد القاني بأنه كان على صلة بالمجموعة المخططة لتنفيذ الهجوم على السفارة الإماراتية. جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي لفت في سياق موازن إلى أن المجموعة كانت تستعد لهجوم مماثل على البعثة الدبلوماسية الإماراتية في السودان.